يعني طبعا في تكتم من الكلا الجانبين على حجم الخسائر الحقيقيه، وبالذات الروس هم شاطرين قوي في الموضوع ده. لكن انت حضرتك من خلال خبرتك الكبيره، هل حجم الخسائر ضخم في الصفوف البشريه اولا ما بين الجانبين؟ قطعا حجم الخسائر ضخم، بدليل ان على الجانب الروسي هو ابتدى الحرب وسماها عمليه عسكريه خاصه، ما سماهاش حرب، وبعدين اضطر بعد شويه ان هو يعمل تعبئه جزئيه وجاب 300,000، وبعدين اضطر بعديها بكذا شهر ان هو يعلن زياده حجم الجيش الروسي. صح. وفي كلام ان هو بعد الانتخابات الرئاسيه في روسيا في مارس القادم ممكن يبقى في تعبئه جزئيه اخرى. بصرف النظر عن اللي هيحصل بكره، لكن مجرد ان هو بيزود عدد افراد الجيش الروسي وان هو يعلن عن تعبئه جزئيه، ده معناه ان هو محتاج. ده هم حتى قالوا عايزين يجندوا المهاجرين غير الشرعيين والمساجين في السجون وبعض من عليهم احكام يدخلهم في الحرب، يعني تعويض النقص البشري. ما هو فاجنر كانت بتعتمد اساسا على متطوعين وعلى سجناء. وفي نفس الوقت برضو الجانب الاوكراني بيعاني من نقص شديد في الافراد. وفي قانون متقدم للبرلمان الاوكراني انهم عايزين يزودوا عدد المجندين بنص مليون. فالجانبين بيخسروا جامد جدا. بس الفارق في السكان ما بين روسيا واوكرانيا 1-3. واحد اوكرانيا قصاده ثلاثة، لان التعداد السكاني بتاع روسيا اكبر بكتير من 144 مليون، 144 مليون، والتانيين حوالي 40 مليون. فبرضه في فرق في الايه، في الافراد. فالجانب الروسي يقدر يتحمل خسائر بشريه اكتر من الجانب الاوكراني، والجانب الروسي بيعتمد اكتر على الامدادات، تدفق القوات، ويعني الخسائر بالنسبه له مهمه طبعا، لكن لا تعوقه عن ان هو يواصل هجماته حتى رغم الخسائر. الجانب الاوكراني لان عدد افراده قل بكتير ما يقدرش يتحمل هذا المعدل من الخسائر اللي موجوده النهارده.